تفضل يا أخي محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. الله يحييك، تفضل. شيخ أنا أبغى أشري شهادة مقدم على وظيفة. والوظيفة ما لها دخل بالشهادة، الشهادة بس فقط روتين. يعني إيش منها معي؟ وأعمال ما على الشهادة أنا بدخل فيها. كان شرط بس تكون الشهادة دي معي. أنا ما سجلت على الشهادة معي، بس طلع اسمي إن الشهادة دي هي معي. ما هي معي الشهادة. أبغى أشريها. يا أخي هذه أمور نظامية تمشي على النظام فيها، فإذا كان العمل الذي تطلب توظف فيه يطلب منك الشهادة الدراسية فلا بد منها، لأن هذه أمور نظامية عليك وعلى غيرك. نعم.